بتفضل دايما زواج الأغارب ولا زواج البنت اللي بتكون بعيدة من الأهل والعيلة وكده؟ ولا واحد من دير ما تتزوج يعني؟ سمك بس. والله هو فعلا البنت القريبة بتخلط مشاكل، لا والقريبة بتخلط، لكن أكتر حاجة تستر بتخلق أكتر حاجة. بتاع مشاكل ده أو مزاجك ضيق ولا تكفي السريع، لو جبتها من برا السودان هتكفيلها معاك. هي ذاتها يعني طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. عند الله أبغاكم. زواج القريب ما ظابط، اصلا في السودان لابتلين في القريبين لابتلين في البعيدين. اهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناه زي سودان على اليوتيوب في كل مكان. سعداء جدا ان نجدد اللقاء معكم في هذه المساحه. ما تنسونا من اللايك والشير وتضغطوا على علامه الجرس عشان يصلكم كل جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ تمام الحمد لله. والله عرفنا عن نفسك. منو؟ عاطف حامد. خليني عاطف. عاطف انت لنا على قناة زي سودان، قناة على اليوتيوب، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبنا عليه. تمام؟ تمام. طيب بتفضل زواج الأقارب ولا البنت الغريبة؟ والله الأقارب. ليه؟ سترة في الأقارب، سترة يكون في ود ومحبة بيناتهم. دايما بيقولوا كل ما تعرس قريبتك كل ما المشاكل بتكتر، لكن لما تعرس البنت الغريبة الأنساب الاثنين بيكونوا هم محترمين الثاني. والله فعلا البنت القريبة بتخلط مشاكل، لا والقريبة بتخلط، لكن أكتر حاجة تستر بتهلك أكتر حاجة. يعني أنت هسه كان جاوب لك اثنين، واحدة قريبتك والثانية غريبة، بتتزوج بتهلك صح كده؟ بتهلك طبعا. تمام شكرا لك. يديك العافية يا أستاذة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيفك؟ تمام؟ I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Okay. عرفنا عن نفسك. منو؟ نيازي. اهلا يا نيازي. نيازي انت لنا على قناة زي سودان، قناة على اليوتيوب، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبنا عليه. تمام؟ اوكي تفضلي. بتحبي انك انت زواج الاقارب ولا البنت البعيدة او الغريبة؟ يعني دائما بتحب تفضل انك تتزوج قريبتك ولا البنت اللي بتكون غريبة؟ والله في الحالتين في ايجابيات وفي سلبيات. يعني انت المفضلة لك يا القريبة بتهلك دي ولا الغريبة؟ انا بفضل القريبة، على الرغم انه بشكل نزاعات بين الأسرة، لكن بفضل شديد أفضل من الأجنبية. بتحبوا تعيشوا في نزاعات، إحنا كمان عشنا في نزاعات ما بنرتاح، عشان كده لازم نجيب البنت القريبة دي عشان إحنا عارفين إنه في نزاعات صح؟ نعم في نزاعات، لكن أحلى ما بيكون في الحياة بيكون في نزاعات، لازم في مشاكل الحياة تكون تحلى شوية، يكون في مشاكل. ممكن تختصر النزاعات وتمشي تعرس واحدة غريبة يعني عادي. نعم عادي أوه، لكن ربما يكون الغريبة كمان حيكون بنفي يعني حكاية إنه فيكون في خلافات بين بينك وبين الاسره شديد، يعني انك جايب واحده غريبه فاغلبيه الاسره بتعاني، لكن انك انت بقيت واحد ما منه من اصلا. لما تجيب واحده غريبه يقول لك وين بنادم، ما عندك بنادم، عماتك بنات خالاتك قريب لك، لان اقرب هنا بنعرفهم اكثر معارف، لكن لما تجيب واحده غريبه ما بيعرفونا سلبيه اصلا. هيكون لو حتى لو اللي هي كويسه مهما كانت كويسه شنو الاسره بتعاني من الفتى دي، اي بتطلعوا منه سلبيه فخلوك بيخلوك انك تقنع تجيب حاجه من برا الاسره. تمام شكرا لك. تسلمي كثير. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ تمام؟ خير الحمد لله. عرفنا عن نفسك. منو؟ سليمان. أهلين يا سليمان. سليمان انت لنا على قناة زي سودان، قناة على اليوتيوب، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبنا عليه. تمام؟ ان شاء الله. بتفضل زواج الأقارب ولا تفضل انك تتزوج واحدة غريبة؟ والله انا شخصيا بفضل الأقارب لأسباب كثيرة. اول انتباهي يعني انا قريبتي دي او الدول اللي حتزوجها دي عارف طبيعتها، عارف مزاجها، عارف شكل الطبيعي الحقيقي خلق الله يعني، ها؟ يعني عشان كده بفضل انه اتزوجها. لكن دائما زواج الاغارب ده بقول لك بيجيب المشاكل، لكن دائما لما تكون هي غريبه النسب الثاني ده بيحترم القبيله دي والقبيله دي بتحترم، بقول لك دي الغربه يعني، دائما ما بنكشح مويتنا قدامهم صح؟ والله دي وجهه نظر، لكن انا شايف مثلا انت لو اصلا بتاع مشاكل ده او مزاجك ضيق ولا تكفي السريع، لو جبتها من برا السودان هتكفيلها معاه، هتعمل المشاكل دي، لكن طالما انت زول مسالم وهادي عارف قادر تعيش مع زوجتك دي بكل وضوح بكل صراحه، ما اعتقد انه حتكون في مشكله يعني، عيشوا سعيدين شديد. انت عايز القريبه لانها تكون عارفه طباعك وحاجاتك ومستواك المادي ومستواك المعيشي وكل حاجه، بتكون الامور واضحه لها وهي بعد كله وافقت بك. ايوه يعني بتكون عارفه تفاصيل كثيره عنك، وانت عارف تفاصيل ما اظن يعني الغريب ده ممكن يجي يتفاجئ بحاجات ثانيه كثير يعني طبايعكم عاداتكم هنا احتمال ما تنفع معه، احتمال هو ذاته يعني ما يحترم القبيله بتاعتك، ما يحترم اخوالك اعمامك كده يعني. شكرا لك. تسلم.
يعطيك العافيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيفك؟ تمام؟ والله تمام. انت كيف؟ انا كويس الحمد لله. عرفت على نفسك منو؟ الرشيد بدر الدين. منو؟ الرشيد بدر الدين. اهلين يا رشيد. الرشيد انت لنا على قناه زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبني عليه. تمام؟ تمام. بتحبي دائما زواج الاغارب ولا الغرباء؟ انا شخصيا والله دائما بحب زواج الغرباء يعني. والله يا اخي اصلا زواج الاغارب ده بيسبب مشاكل خلقيه يعني، للتخلف، للطرش، امراض قد تكون وراثيه من العائله في الانسال بعدين يعني. عايش انسال. فزواج الزواج الغرباء بيكون زواج حميد، وبيكون في ترابط بين الاسرتين واختلاط في الانساب يعني، وهي ذاتها يعني طاعه لامر الله سبحانه وتعالى. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزاوجوا الودود الولوف، واني مكاسب بكم والامم يوم القيامه. فبرضه يعني النداء او اجابه الى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك. الثالثه برضه يعني زواج الغربة يعني ممكن يولد لك جنده يعني فيها نوع من الذكاء، فيها ممكن يعني يخلق مجتمع يعني متكافئ. زي ما انت تكلمت فيها بالبدايه انه الانسان انه ما يطلع فيه هنا اي عاهات كده. تحسين للنسل وتحسين للمجتمع يعني، المجتمع المتعافي، المجتمع المسلم. اي سؤال ثاني قدام ما فيه مشكله. شكرا لك. يديك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. عرفيني على نفسك. منو؟ مها عمر عبد الله. منو؟ مها عمر عبد الله. اهلين يا مها. مها انت ليلى على قناه زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ تمام. طيب بتفضلي دائما زواج الاهل الناس القريبين ولا زواج الشخص اللي بيكون بعيد ما من اهلك؟ والله الافضل زواج الشخص البعيد. ليه؟ لان مشاكل زواج الاهل فيها مشاكل كثيره. يعني احسن تزوجوا القريب ولا القريب؟ القريب ولا القريب؟ القريب ولا القريب؟ مشاكل بتحصل في الاهل دائما. في الاهل دائما يعني مثلا حصل معاك مشكله انت وزوجك، حيكون عام. حيقوم الاسره كلهم. حيكون بعدين في مشاكل وفي خلافات وكده. ما بينستروا، كلهم لازم يبقوا عايشين مع بعض. ما بينستروا. شكرا لك. تسلم، يديك العافيه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ تمام؟ الحمد لله والله. عرفني عن نفسك. منو؟ نور مصطفى. منو؟ النور. اهلين يا نور. النور انت ليلى على قناه زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف جاوبنا عليه. تمام؟ ظابط. بتفضل دائما زواج الاقارب الناس القريبين لك ولا زواج الاغارب الناس البعيدين؟ لا هو زواج القريب ما ظابط، واصلا في السودان لابتلين في القريبين لابتلين في البعيدين. في زواج اصلا؟ ما في زواج والله، بس يعني احنا قافلين على الاوكرانيين، لكن الاوكرانيين حاربوا الكفايه. بعيد خالص حتى الجنسيه؟ دير هنا ظالمين السوداني حد. انت عبرت. عبرت جدا يا سيم. متامل في الحرب انها تحصل بتاع اوكرانيا، لكنها ما بتحصل، ما اعرف مين قبلنا عليها. خلصنا نعمل مبادرة انه يا جماعة اوكرانيا لازم تكون فيها حرب. لازم والله. لازم. قول لنا بناتهم هنا عشان تعرسوا. خلينا نبدي البنات السودان نوديهم بغادي. حرر انبور يعني. حرر اوكرانيا. انبور احنا. والله انت مع الاوكرانيات اللي جنب بغادي. تمام شكرا لك. تسلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ تمام؟ الحمد لله. كيفك؟ عرفنا على نفسك. منو؟ علي السير. اهلين يا سير. السير انت الليلة على علي؟ اهلين يا علي. علي انت الليلة على قناة زي سودان، قناة على اليوتيوب، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبنا عليه. تمام؟ كويس. تشرف. تسلم. بتفضل دائما زواج الاغارب ولا زواج البنت اللي بتكون بعيدة من الاهل والعيلة وكذا؟ ولا واحد من دير. ما تتزوج يعني؟ بس عشان تطلع بيها تسافر تهاجر. ما اعرف اعرس القريبة ولا البعيدة، دار السمبك بس، اطير من البلد دي. انت رافض السودانيات كلهم يعني ولا كيف؟ معقول السودانيات دول بيرفضون كمان؟ مشيت وسبقت والدنيا دي مشت معاك. تمام. حتتزوج من الاهل ولا حتتزوج من ال والله يا اخي ارسل الاهل ده اول حاجه هو ما عيب ولا كعب، لكن مشاكل. اي مشاكله كثيره شديد. لكن تتزوج واحده غريبه. والله يا اخي ممكن هاي. انت ما سوداني اصلا؟ لا يا اخي السودانيه لازم كمان، يا اخي السودانيين ده اللي بيعبون. تمام. تسلم شكرا لك. يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. عرفنا عن نفسك. منو؟ يوسف ابراهيم يحيى. اهلين يا يوسف. يوسف انت لنا على قناه زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبنا عليه. تمام؟ نعم. على قناه زي سودان عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبنا عليه. تمام؟ جدا. تفضلي. تفضل دائما زواج الاغارب الزول القريب ليك ولا الناس البعيدين اللي ما من الاهل وكذا؟ والله اقول لك شيء،
الاثنين يعني في عنده ايجابيات وسلبيات. ايه الافضل بالنسبه لك؟ الافضل طبعا البعيد. ليه؟ اقول لك ليه، لانه يعني في مثلا في امراض وراثيه، في حاجات كده. شنو بالنسبه لزواج الاغارب كويس معاه؟ زائد عندك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في ايه بتقول انا مستحضر الايه بالضبط كده، لكن شنو في ايه في معناها عشان ما نغلط. اي معنى الايه يقول شنو؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كرمكم عند الله أضغاف. يا رب من خلق الناس عشانه تزوج وتعارف كده، عشان الناس هاي يكون في تراوض بين الناس وكده. يعني زول لو بس يزول بيتزوج قريبته يكون الناس يعني محصورة في حتة معينة، أنا وأهلي كده في حتة وذيل كده في حتة. يعني أسلم منها مثلا زوج من حتة ثانية يكون عندي أولاد، هم بيكون حول خلان أولادي كده بيتماشوا بعد شوية، بيكون في تراوض أسري كده. يعني دي الحاجة اللي تسمح في زوج الهجنة الناس البعيدين. هاي شكرا لك، تسلم. برضو عندي يعني سلبيات برضو، يعني كل حاجة لها سلبيات وإيجابياتها. شكرا لك، تسلم. عرفنا عن نفسك منو؟ معك ياسر رمضان. ياسر رمضان، أهلين يا ياسر. ياسر أنت لنا على قناة زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبنا عليه. تمام حبابك إن شاء الله. بتفضل دائما في الزواج، زواج الأهل ولا زواج الشخص الغريب؟ الزواج. سؤالك جديد تاني، تفضل انك تتزوج من اهلك ولا تفضل انك تتزوج واحده غريبه؟ يا سلام، صارك سمح لكن يا هو ما انه السودان الزواج ده صعب، لكن برضه بنفضل لو لقينا الزواج ده بنفضل انه اهل الاهل لهم. ايه الاهل ديل ما دائما مشاكلهم كثيره؟ من الاهل ذاته بفضل انه يكون اهل امي. الام حنينين، يعني الحنيه نريد الحنيه. انت اصلا حابب بنت خالتك وبس ما قادر تقول؟ والله يعني حابب بنت خالتي. اي حبيبي بتخالتي. اي انت جيبها من النهايه كده، قول شنو اهل الام وبتاع. هي ما بتخالتي، يعني امها هي بتخالتي، يعني بتقولي بتختي. تمام شكرا لك، ربنا يتم عليكم على خير ان شاء الله. امين ان شاء الله دعواتك. الله يا رب. تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيفك؟ تمام تمام والله الحمد لله. عرفنا عن نفسك منو؟ مهند سيف. اهلين يا مهند. مهند احنا لنا على قناه زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبنا عليه. تمام تفضل على زواجك. طوال. طيب بتفضل دائما في الزواج زواج القريبه من اهلك ولا زواج الشخص الغريب؟ والله الزواج ده اصلا هو بيجي بالقسمه كده، يعني بعدين ما اعرف القسمه تودينا من قريب او بعيد. الافضليه بالنسبه لك شنو انت؟ والله القريب احسن. القريب مشاكله كثيره، لكن مشاكل دي لكن بتنحل في النهايه، ما في مشكله ما عندها حل. انت بتحب قريبتك؟ انا والله الحب ده ما عندي هسه اي حاجه له، ما حابين احنا زي الزباله. انت كده تحب واحده من قريباتك؟ والله نفسيات دي ما بس السودان ده نفسيات لي رسس ذات. انت عرس من هين انت اسف؟ والله الله اعلم ذات، يمكن ما نعرس. تمام شكرا لك، تسلم كده. العفو يا